السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لباس؟ ما عليكم، شو زمنا كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفة زمان، وصفة ماما، يعني أنا درتو بطريقة اللي تديرها ماما، ونظن أغلب القسنطينيات يديروه بهذه الطريقة. وش هي الوصفة متاعنا اليوم؟ وصفة الأجداد، وصفة الزمان، هي وصفة الرز براطل اللي أغلبية الناس ممكن نساوه وما عادوش يديروه، يعني بزاف طونك يخرجوا لي بلا دو الجدد تنسينا خلاص لي بلا تراديسيونيل تاعنا. اي حبيباتي، راح نبداو الوصفة تاعنا تاع اليوم على بركة الله، اللي هي وصفة الرز براطل او وصفة الفول الاخضر والبصلة تاع القطع، البصلة الطويلة. حبيباتي هادو هما لي دو انغريديون لي فيها، يعني اساسيين، هادو هما الزوج مكونات الاساسية اللي هي البصلة نتاع الربطة نتاع القطع قصدي، والفول الاخضر الرقيق. لهنا حبيباتي تحكمي البصلة كونتيتي على حساب الكونتيتي نتاع الفول نتاعك. شتي الكونتيتي تاع الفولة ديري نصها بصلة. انا هكا هادي الوصفه تاعي هكا نديرها. باغ اكزومبل عندي الفول انايا كيلو فول، هذاك وما تنحي منه اللي ماشي مليح، زيدي تنحي الكحوله الجهه اللي فاسده، وكي تعرفي كي تنقيه وتنحي هذوك لي بوان نواغ، هذوك اللي يجيو لاصقين فيه وكل شيء هاو ينقص. وعندي هذوك 4 حبات طوال نتاع بصله كبار، قصيتهم رقيقه كيما شفتوها، قصيتها رقيقه دي روندير. ودوك نزيد هذا تاني الفول تاعي، نزيد نقصه رقيق كيما راكم تشوفوا، وبعدها نكمل الوصفه مع بعضنا. حبيباتي تبعوا للاخير، راهي وصفه بزاف 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 تجي بنينه. وشوفوا الى عينكم الحروشه هذيك نتاع الفول، كاين بزاف ناس يكرهوا الرز براطل بسبب الحروشيه هذيك اللي تجي فيه المراره. درك انت باش تنحالك هذه ايسي كيفاش تكتري كميه البصل، هذا ما كان كتري البصل فيه راح يجيك بنين ويجيك كميه هائله، يعني كميه عائليه، بما انكم عبالكم بلي راس براتك طيب يولي زغبه. كتري البصل فيه. لهنا حبيباتي رابيت حوالي 5 فصوص نتاع الثوم، وحطيت زيت عادي، زيت سانغوت، ما زيت المائده كيما راكم تشوفوا. ودوك نحكم نقليه. انا واش نحب ندير فيه، هذه اختياريه يا البنات، هي الوصفه تقدري ديريها بلاه. شي انا نحب نحط فيه طريف نتاع اللحم باش يطلق لي البنه باش نبنن به. كيما راكم تشوفوا حبيباتي لهنا مازلت ما تبلت ما حطيت والو، حطيت شويه نتاع زيت وراح نحط طريف نتاع اللحم نتاعي ونقلي مليح هذاك الرز براطل تاعي، وبعدها راح نضيف له التوابل. قاعدين تشوفوا فيه كيفاه مقصوص رقيق، وكميه البصل، شوفوا كميه البصل اللي قلت لكم انا الوصفه تاعي، يعني كاني نديرها وماما والناس اللي نعرفهم يطيبوا حدايا يديروا كيما هكا، ونظن الاغلبيه راهم يديروا بنفس الطريقه، واللي ما يعرفش كيفاش يديروا هاي الطريقه حبيباتي على اصولها. لهنا واش حطينا؟ حطينا شويه نتاع كمون، شويه فلفل اسود، شويه حمار. حمار لهنا انا حطيته حار بما ان وليداتي ما ياكلوش معانا، مازالوا ما يحبوش هاد لي بلا، درت حمار حار. ولهنا حبيباتي راني قاعده نقلي حتى نشوف البصله تاعي دبالت لي والرز براطل تاعي دبال لي. نحط حوالي كاس كبير نتاع ماء، هذا ما كان. لهنا شوفوا الطماطم تاع الحب تحبي تزيديه، تحبي تحطيها، تحبي ما تحطيهاش. انا في الرز براطل تاعي ما نحبش الطماطم تاع الحب، نحب طماطم مصبره، نحطها مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره برك كيما راكم تشوفوا، يجي بزاف 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 هايل يا البنات، ويجي بنين بنين سورتو بنين. ولهنا قلي مع التوابل، قليه مليح مع التوابل، وبعدها امرقي، باسكو شتو التقليانيه هذه هي اللي تخلي لك الرز براطل تاعك يجيك بنين. لهنا حبيباتي قلت لكم بالمغالي حنصب كاس كبير نتاع الماء، جوست هكا نحس بلي راس براطل خلاص عام في الماء هذاك ماشي تغطى، جوست نحسو كيما راكم تشوفوا هذه الكميه نتاع الماء. وانت على حسب الكميه تاع راس براطل تاعك، لهنا ما لازمش تغطيه بزاف يجيك ماوي، وانا ما شتيش فيه لاصوص بزاف، جوست تغطيه هو وتغطي اللحم تاعك اللي عندك خلاص. لهنا نقفل لا كوكوت. انا البنات لهنا كشغل هي كي تعدي ماكش مزروبه بيه حطيه نورمال في البباط عادي، ويلا عدتي مزروبه شوفوا نص ساعه تلقاي راس براطل تاعك زبده
فلاكوكات، انا نديرو فلاكوكات نلقاه الزبده يعني من تاعك، وقاعدين تشوفوا نخليه بهاد الكميه تاع العصاص، من بعد يزيد يشرب شويه، كي يبرد يشرب شويه، حيجي بنين، يهبل 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 يعني. من عاد هنا نحط كميه تاع دبشه، هي من احسن انها تكون جديده مش كونجيلي، راح تجي خير وخير. وهذه هي وهذا هو البلا تاعي تاع نهار اليوم، وشهيه طيبه حبيبتي، شهيتكم في الجنه. بما انها الكسره معجونه تاعي شاركتكم عده مرات بها، لان حبيباتي انبل الكسره ماء وملح وقطره تاع زيت زيتون ومغير فان تاع خل، ونبلها بالماء الدافي. ولهنا حبيباتي نحكم نخليها مده في شكاره، وبعدها ندخلها في بعضها، نعجنها شويه ونبدا نقرص ونحط، ما فيها لا خميره لا والو. لهنا نزيد نعاود لكم اللي ما شافش الفيديو نتاعي تاع كسره معجونه، نحط فيها الملح، زوج مغارف نتاع زيت زيتون، لهنا في زوج خبزات، مغرفه في خبزه مغرفه في خبزه، بس كي درت غير زوج خبزات فقط. وشوفوا يا البنات جي قاطو اللي هنا قلت لكم نبلها بالماء دافي ونحط مغرفه نتاع خل، بما ان العجين تاعنا شويه لا الدقيق تاعنا شويه ماشي مليح، على هذيك عاد نحط المغرفه نتاع الخل يلعب لي دور المحسن للعجينه نتاعي. نحطها مده في شكاره، وبعدها راح ندخلها شويه برك في بعضها، ما نعجنش ونعي روحي خلاص بزاف، نلوزها حبيبتي ونحطها نطيبها مباشره. هاكو قاعدين تشوفوا فيها الله يبارك كيفاه جات، جات السكر جات اقسم بالله غير بنينه وطريه وكل شيء، وريجي اون بلوس يعني ما فيها لا خميره لا زيوت لا والو، صحيه 100% مع وصفه الرسبرات لهذيك. علاش عليكم وصفه الزمان تاع الصح، جربوها حبيباتي بالطريقه هذه، وزيدوا جربوا الرسبرات بالطريقه هذه، راح يجيكم بزاف 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 هايل. لهنا نكون وصلنا يا البنات نهايه الفيديو نتاعنا نتاع نهار اليوم. قبل ساعه نروحوا ما ننساوش اللمسه الاخيره اللي هي زيت الزيتون، الرسبرات بلا زيت الزيتون والحرار هذاك ما يسمش راس براتل. راس براتل شوفوا عندكم زوج حوايج، السلق راس براتل انا بلا زيت الزيتون ما ناكلوش ما نكذبش عليكم، وسيرتو تاني مع كميه نتاع الحار. لهنا حبيبتي اللي عندها الحار وتحب تقطع تاني فلفل حار معاه، تقدر تقطع فلفل حار يعني يكون رقيق تاني مع راس براتل وتقليه، راح يجي تاني بزاف بزاف بنين. وهذه هي الوصفه نتاعي، وهذه هي اللمسه الاخيره، شهيتكم في الجنه حبيبتي. حنخليكم تكملوا الفيديو للاخير، وفرجه ممتعه ان شاء الله كانت. ومع السلامة، إلى اللقاء في فيديو آخر.